ملخص فيلم بلود فادر. مرحبا بكم. يبدأ فيلم بلود فادر بالفتاة التي تدعى ليديا، وهي تقوم بشراء ذخيرة لصديقها جونا. وبعد شرائها للذخيرة تخرج لتجد جونا وأصدقائه خارجا ينتظرونها في السيارة. يأخذ الرجال الرصاصة ويجهزون مسدساتهم ويذهبون في مهمة لسرقة منزل أحد العصابات الأخرى. عندما يصلون إلى المنزل يلاحظ جونا أن ليديا متوثرة بسبب ما سيحدث، ولكي تهدأ قليلا أعطاها خطأ من الكوكايين، ثم أمرها بالذهاب إلى الفناء الخلفي للمنزل حيث يلعب الأطفال. بقيت ليديا في الفناء الخلفي للحراسة، وعندما سمعت صوت طلقات نارية دخلت إلى المنزل لتجد رجلا ميتا على الأرض وامرأة مقيدة. كانت جوانا يهددها لتخبره عن مكان المال. حاولت ليديا إنقاذ حياة المرأة، لكن جوانا كان مصمما على معرفة مكان المال. وبعد أن ازداد الشجار بينهما وجه جوانا السلاح لرأس ليديا، وهناك طلب منها صديقها جوانا أن تقتل المرأة، لكنها توترت وترفض وتقوم بإطلاق النار على صديقها جوانا عن طريق الخطأ، ومن ثم تهرب. على بعد عدة أميال نرى والد ليديا جون، وهو محتال سابق يشارك في دورة للعلاج مع كفيله كوربي. بعد الاجتماع ذهب جون إلى مقطورته التي يعيش ويعمل فيها كفنان وشم. في وقت لاحق من ذلك اليوم يرن هاتف جون. كانت ليديا هي من تتصل بوالدها من أقرب مكان وتخبره بما حدث لها وتطلب مساعدته. يخبرها والدها بأنه سيأخذها من سانتا مونيكا في نفس الليلة. كان والدها جون متسكع يعيش في مقطورة متنقلة، وكان مدمنا على الكحول. ولأن ليديا كانت منتشية أغمي عليها في سيارة والدها، وعندما وصل إلى المقطورة حملها ووضعها في فراشه لتنام. بعد بضعة أيام لاحظ جون أن ليديا تعاني من تقلبات مزاجية، ففي بعض الأحيان تكون هادئة وفي أوقات أخرى تتحدث بلا توقف وبإزعاج. وبسبب ذلك فتش حقيبتها ليحفر على كمية لا بأس بها من المخدرات والكحول. سألها عن المخدرات وعما إذا كانت قد أدمنتها، وبعد ذلك قام برمي كل ما كان بحوزتها. في تلك الليلة تعثر العصابة على مكان المقطورة، وعندما يخرجون من السيارة يسألهم جون عما يريدون، فيخبرونه أنهم يريدون وشما، لكن جون يخبرهم بأنه لن يعمل تلك الليلة، وقام بإغلاق باب مقطورته. وفجأة لاحظوا وجود ليديا في النافذة وهي تنظر إليهم، فشن هجوما على المقطورة وبدأت العصابة بإطلاق نار كثيف على المقطورة. قام أحد أفراد العصابة بإدخال يده من النافذة، وبدون تردد أمسك جون بسكين وقام بطعن يد الرجل عدة مرات. بعد بضع دقائق قام رئيس العصابة بصدم المقطورة بسيارته فقلبها على جانبها. وقبل أن يقوم بقتلهما وصل كوربي مع العديد من السكان الآخرين للمقطورة وقاموا بمساعدته. وعند رؤيته للشرطة قادمة من بعيد هرب جون برفقة ابنته إلى مكان مجهول. وفي اليوم التالي أخبرته ليديا بكل شيء. أخبرته عن إدمانها للمخدرات وعن صديقها جوانا الذي كانت ترافقه رغم علمها بتورطه مع عصابة لتهريب المخدرات، وعن كيف انتهى بها الأمر بقتله. يذهب جون مع ابنته إلى إحدى الفنادق البعيدة ليأخذ قسطا من الراحة. وعندما نام جون خرجت ليديا للتحدث مع عامل الاستقبال في الفندق الذي أخبرها أن الشرطة في طريقها إليهما. ساعدهما لأنه كان معجب بليديا. اتصلت ليديا بجون وأخبرته أنهما بحاجة للمغادرة فورا. بعد أن أخذ أغراضهما توجها إلى عامل الاستقبال الذي أعطاهما مفتاحا لغرفة أخرى حيث يمكنهما الاختباء. تمكنا من الوصول إلى الغرفة، ومن هناك شاهد شرطيا يبحث في الغرف، وفجأة سمع صوت إطلاق نارية ليتضح أن هناك قاتل مأجور يقوم بملاحقتهما ويهاجمهما بالفعل، ولكنهما يستطيعان الهرب منه. يسمعان من وسائل الإعلام بعد ذلك أنهما متهمان بقتل تلك العائلة التي تم سرقتها من قبل العصابة، فينزل الخبر عليهما كالصاعقة. ويحاول جون الحصول على المساعدة من أحد أصدقائه وهو بريتشر الذي خدم مع جون في حرب فيتنام،
وهو نفسه الذي دخل جون السجن بسببه. في البداية أخبر بريتشر جون أنه سيساعده هو وابنته، لكن في صباح اليوم الثاني أيقظت شاريز جوزة بريتشر جون وليديا بمسدس موجه إليهما وأمرتهما بالنهوض، وأخذتهما إلى غرفة خلفية حيث يعمل بريتشر. رفض صديقه مساعدتهما، وإضافة إلى ذلك أخبر بريتشر جون بأنه سيسلمهما إلى رجال الشرطة ليأخذ المكافأة لأنه بحاجة للمال. فجأة قام جون بلكم زوجة بريتشر وأخذ ابنته على دراجة نارية وهرب مبتعدا. وأثناء قيادته للدراجة ظهر قاتلان يقودان دراجتان من خلفهما ويحاولان قتلهما. توقف جون في منتصف الطريق وسحب مسدسه ليقتل أحد القاتلين بينما هرب الآخر. أقلع جون بدراجته ليلاحقه، وعندما أطلق عليه النار أخطأ الهدف، وعندما حاول القاتل تفادي الرصاصة الثانية دخل في الطريق المعاكس فاصطدم بشاحنة مما أسفر عن مقتله. لجأ كل من جون وليديا إلى فندق آخر حيث صبغت ليديا شعرها بالأشقر بينما حلق جون لحيته. وبعد أن فعل ذلك توجه جون إلى صديق آخر له كان محتجزا بالسجن لفترة ويسأله عن قصة تلك العصابة وعن جوانا صديق ابنته، ويعرف منه بأن جوانا هذا قد قام بسرقة الأموال من أرترو نفسه واتهم المستأجرين بسرقة الأموال، ولذلك قام بجريمته وقتلهم جميعا كي يخفي فعلته. في تلك الأثناء كانت ليديا تتواجد بالفندق عندما اتصل بها كوربي وأخبرها أنه يجب عليها الذهاب إلى مكان عام لملاقاته، فذهبت إلى السينما وهناك تلقت مكالمة أخرى، وعندما أجابت كان صوت جوانا الذي تبين أنه لا يزال على قيد الحياة على الرغم من إطلاقها النار علي. وعندما أرادت المغادرة تفاجأت بوجود جوانا في نفس المكان. حاولت ليديا الهرب متجهة إلى الساحة، لكن فجأة أحد رجال جوانا أفقدها الوعي واختطفوها. وحينما كان والدها جون يتصل بها تفاجأ برد جوانا على هاتفها النقال والذي يخبره بأنه أخذ كوربي صديقه وأسر ليديا. وعندما أعطى جوانا الهاتف لكوربي أخبر كوربي جون بأنه آسف وأنه اتصل بابنته رغما عنه، وقبل أن ينهي حديثه قام جوانا بقتله. فينهار جون ويطلب منه إطلاق سراح ابنته مقابل حياته، وبالفعل يتفق معه على مكان بالصحراء سيلتقيان فيه. ويقوم جون بتفخيخ المكان الذي أوقف فيه دراجته النارية، وعندما يأتي جوانا وعصابته يتمكنون من القبض على جون وتجريده من الأسلحة ووضعه بإحدى السيارات مع ليديا. وعندما حاول جون الابتعاد بالسيارة أمر رجاله بنقل دراجة جون من على الطريق، فذهب اثنان من رجاله لنقل الدراجة، ثم يفجر جون الألغام التي زرعها ويتمكن من قتل كل من في السيارة باستثناء جوان الذي كان خارجا من السيارة. حاول جوان قتل جون لكن جون استخدم جثة أحد أعضاء عصابة جون كذرع. هرب جوان باتجاه الصحراء بينما مزق جون رباط ليديا وخرجا من السيارة، لكن أحد قناص العصابة يصيبه إصابة بالغة فيختبئ جون خلف بعض السيارات الموجودة بالمنطقة ويجبر القناص على الظهور فيصيبه جون حينها بطلقة قاتلة. وهنا تذهب الفتاة إلى والدها الذي يصارع الموت بعد أن أخذت مسدسا من سيارة جوانا وأعطته لوالدها. لاحظ جون قدوم القاتل من تحت السيارة، وعندما تسلل القاتل إلى مكان وجود ليديا وجون لم يجدهما هناك. وفجأة خرج جون وقام بإطلاق النار على رأس القاتل وتمكن من قتله، لكن قبل أن يموت أطلق القاتل عدة طلقات نارية على جون. وبينما كان يصارع الموت أخبر جون ابنته بأنها فتاة جيدة وأنه يحبها، ومات جون وسط حزن ودموع ابنته. وينتهي المشهد بوصول سيارات الشرطة التي ألقت القبض على جوانا وما تبقى من عصابته. وفي وقت لاحق في السجن اقترب منه أرترو وعصابته وهددوه بالقتل. أما ليديا فبدأت تحضر اجتماعات لمكافحة الإدمان، وبعد علاجها وتعافيها من الإدمان تشعر الفتاة بكل الحب والامتنان لوالدها
الذي ضحى بحياته من أجلها وتغيير صورتها القديمة عنه. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيلمنا لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد.